مستقبلين الامام متابعه لفيتنام باتجاه المرمى. الله، رؤيه جميله، سيمفونيه ولا اجمل. يا سلام يا سلام، جمالك جمال. الخنيزي الظفيري، شركو فيصل زايد، يا سلام. العميد الكويتوي يضغط بالثلاث دقائق الاولى، ضغط واضح. هات من الشبكه يا سليمان. عبد الغفور يعاري ويعاري، يتصدى لمن؟ يترك لمن؟ ضغط واضح يباغت به الكويتاوية. الكويتاوية يضغطون، يضعون أنفسهم في المرمى. تقدم لنادي الكويت في مطلع الشوط الثاني، كرة اللعبة باتجاه المرمى، ياسين، وضربة جزاء. ضربة جزاء. كان الله في عون ياسين الخنيزي. الخنيزي جول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الكويتاوي. الكويتاوي يتقدم للمرة الثانية، يضرب بالثاني ولا يبالي، يأتي بلاده بالثاني. يا سلام يا سلام على هذا الجمال، وعلى هذا الإبداع، وعلى هذا الضغط الواضح. كأن لدى العرباوية، يعني بعكس ما رأينا في الشوط الأول، هدفين يضع العرباء الكويتاوية في المقدمة. ياسير الخنيزي يضع الكويتاوي في المقدمة. مباراة جميلة وجميلة جدا. الإفاقة في الشوط الثاني، عري فريدون، إيدو ومحاولة، ولكن لحارس المرمى. قيادة ممتازة مشاهدينا الكرام. لاحظ الدخول أو الاشتراك القوي مع النيجيري إيدو. هل هناك شيء؟ الحكم الكرواتي إيفان بيبيك، هل لديه شيء جديد الآن؟ وضربة جزاء، عودة إلى القرار الصحيح، ضربة جزاء، ضربة الجزاء. السنوسي، ضاري العتيبي، السنوسي، وتكرسي فارق. هدف يضع السنوسي. يا سلام يا سلام على السنوسي الهادي، يقلص الفارق للعرباوية. العربي باثنين مقابل واحد للكويت، يقلص الفارق. هي دوافع كثيرة، هي نقاط كثيرة إذا استغلها المقدوني، إذا استغلها المقدوني. ترينتشوفسكي سوف يبقي على آماله في هذه المباراة. اثنين مقابل واحد للكويتاوي، وأيضا طرد لاعب ارتكاز المهدي بالرحمة. الشرهان يحاول، الشرهان يمر من الأول. الله، قادم من قطر ليسجل، قادم من الشحانية، من نادي الشمال، من الريان، من السد. علي فريدون، يا الله يا علي يا علي يا علي فريدون يسجل. يا الله، هدف ثاني يشعل المباراة. ناحية عبد الرحمن الشرهان، العرضية الأجمل والرأسية والأروع. يا سلام يا سلام، جمالك جمال، دلالك دلال. فريدون قادم من دولة قطر، قادم من الدوري القطري ليسجل.
ليعادل النتيجة لينقذ المدرب المقدوني كرينشوفسكي. يعاري ويعاري لولا راسية علي فريدون. انطلاقة سريعة ليوسف ناصر، محاولة إلى الأمام، متابعة إلى الأمام، لا زالت المحاولة قائمة في الجهة اليسرى، هنا المتابعة، هنا المحاولة، هنا أيضا المتابعة. يا عموري خيشوف البار، خيشوف البار. هي مباراة صعبة وصعبة جدا، صعبة وصعبة جدا على الحكم الكرواتي إيفان بيبيك. هنا المتابعة، لاحظ لاحظ الأحداث، والله فيها شك، فيها وعليها. عبد الغفور مواجهة مباشرة، قتلوهم، قتلوهم بالأدب الثالث. يا يا سلام، يا جمالك جمال، دلالك دلال. يا الله، يا على الأحداث، يا على الأهداف، يا على الجمال، يا على الأحداث الجميلة. يا الله، إنه ياسين لا يستطيع عبد الغفور لما يملك من خبرة، 3-2.